نظم تجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالسودان سيمينارا حول مشروع استراتيجية منظمات العمل الطوعي. وقال الأمين العام للتجمع بالسودان نادر عبد القادر إن السيمينار يهدف لتطوير قدرات المنظمات وتحفيزها للعب دور أشمل وفاعل في المجتمع من خلال تبنيها لبرامج ومشروعات تنموية وخدمية وتنفيذها في خطط أو وفق خطط استراتيجية مدروسة لتجويد الأداء ونوعية الخدمات المقدمة. وأضاف أن تجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالسودان لديه تنسيق وشراكات مع عدد من التجمعات الدولية، وقد تم تأسيسه بعدد 30 منظمة، وأصبح الآن يضم عدد 160 منظمة تحت لوائحه. هذا السيمينار يتحدث عن كل الاستراتيجيات التي تخص التجمعات ومنظمات المجتمع المدني في تأهيلها على أساس أنها هي تكون الرافعة الحقيقية والمطور والحقيقي بالنسبة لمساعدة الدولة في برنامجها الإسعافي للسياسات البديلة من خلال وعي وتطوير معظم ورفع الطاقات بالنسبة للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.